رامز، كيفنا اليوم؟ إذا بدكم تعرفوا كيف حولت هيدي الصورة لهيدي الصورة، خليكن معي واحضروا هيدا الفيديو وشوفوا كيف عملتها وحولتها من باريس لرمضان. وما تنسوا بأول هيدا الفيديو تعملوا لنا لايك لهيدا الفيديو وسبسكرايب للشانل وتشجعونا، وإذا كنتوا جديد على قناتي تعملوا لكم لفة بالقناة وتشوفوا الفيديوهات الباقية. وهلأ خلو، هاي كانت محطوطة بأوضة البنات، هاي أنا اللي عملتها هيك، أنا اللي لونتها بينك وأنا اللي مرسمة عليها وكل شيء، لوحة كتير كبيرة هي. هلأ نفس الفكرة، رح ندهنها أبيض نساويها نرجع نعمل لوحة عشان نحطها بالبيت برمضان. رح فرجيكم هي، شفتوا لوحة طبقات. بقى هلا حندهنها ابيض وبعدين نرسم عليها لرمضان. اوكي بدي فرجيكم انا بس شو عملت. هون رسمتهم على ورقة، اوكي، بس لأعرف السايز، اعرف الحجم الكبير الصغير، هيك رسمتهم و I planned يعني وحطيتهم على اللوحة. هلأ انا حأرسم، اوكي، بس حفرجيكم هاي شو عملت وراها. حطيت ورا هاي، رجعت علمتها بالكريون. ليه؟ علشان هلا انا بس ارسم هاي هيك على اطراف الطرف، بس امسكها فوكس. عم بشرح، قالوا لي اشرحي. مرة تخيلت، قالت لي ما بقى تحطي فاست سبيد، اشرحي انت. عم ترسمي، يعني بس اعمل هيك بتقوم بتكز بتطبع على اللي وراها، اوكي. وهيدي اللانترن هون مثلن هني زيتون، حشيلن من هون حطن هون علشان اللوحة، وهيدي من فوق. هلأ انا حارسم القمر الكبير هيك، حارسمه علمه، ارجع علم هول وبعدين ارجع لكم، اوكي. مضطرة احط فاست سبيد. فشلت اول تجربة اني اعلمها وتطلع، قمت رحت قصتها وحطيتها، وهلا بس هيك حكز الاطراف من هون، حكز كز لشوف كيف حيطلع. يعني كانت اول وحدة فاشلة، بلش بالتانية. هيدا لون بويا. ليه؟ لانه ذهبي، ما عندي لون ذهبي. طلعت قلون البويا اللي عملت فيه قطة السفرة. بسم الله،
رب تعرفي اني عم لون باوضه النوم، يعني هلا اذا وقع على بلاط بويا حقتل حالي. شفتوا اللون؟ اللون ما اصفر، اللون ما بعرف شو بسموه، بس منه اصفر. اوكي رح احط شوي. رح اقول لكم شو هعمل خطة. علشان ما تبل الدنيا. من نورة من نورة يا من نورة انتبهي. جود جيرل من نورة. خلص ما بدي اكتر من هيك. وهذه شو نعمل فيها؟ ما بدي اروح عندي هون. في أبرد مني صح؟ بس أنا بحب أشتغل أكون مرتاحة الضمير. لأنه هيدا دهان منه يعني طرش مش تلوين. تمسح ويروح. يلا هاي كلام الدهان خلصنا منه. شوفوا شو هعمل. عندي هالعلبة فيها جلتر. اوكي حفضي كل الجلتر الذهبي، حفضيه بقلبه واخلطه. اوكي شوفوا شو عملت. حطيت الجليتر وحطيت شوي سيلفر، راح اخلطه. راح اخلطه كتير 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 منيح لحتى يصير اللون في بقلبه جليتر. هلا اللون ما بقى صافي، شوفوا كيف بيطلع بقلبه جليتر. شوف كيف طالع في جلتر. مبين على الكاميرا يا ترى ولا لا؟ بس مبين انه عم بيلمع، منه صافي اللون. اللي شايف فيديوهاتي قبل بيعرف انه انا بلبس هيدا، بس بدي اشتغل بلبس هيدا علشان ما تل تيابي. تنشف شوي علشان يبين عليكم الجلتر. شوفي الجلتر علشان يعني يظهر الجلتر، بعدين بدي اعلمها بالاسود يعني اكيد عشان ما تطلع هيك مبلقه يعني. وبرجع بفرجيكم كيف طلعت. اوكي وهلا بعد جهد جهيد تيران.
معي وقت، شوفوا الساعة، شوفوا قد الساعة هلأ، 6:30. بلشت فيها شي تنتين لحتى خذي. شوفوا كان أصلا أول الفيديو إذا بتلاحظوا كان في ضاو، هلأ عتمة، بس أما مبسوطة فيها كتير 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 مبسوطة فيها، وكتير حبيتها. وانت اذا حبيتوها وحابين هلا اللوحات اللي انا عم بعملها لرمضان، بعد في لوحات حتنزلكم بكره الفيديو باذن الله. اذا حبيتوا هدول الفيديوهات ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، بتقولوا لي رايكم بهيدي الفيديو وكيف حولتها من هيدي الصوره لهي اللي قدامكم. وهلا مثل العاده بيني هيدا الفيديو، بحب لكم ميرسي. اقرفه.